نرحب بيكم مره ثانيه اعزائي المشاهدين، ونرحب بخبيرنا التحكيمي كابتن ناصر عباس. اهلا وسهلا بيك كابتن ناصر، منورنا. تحياتي كابتن ايمن، وتحياتي لكل مشاهدي ومتابعي قناتنا الاهلي في كل مكان. تحياتي لنجوم الكبار كابتن شريف عبد المنعم، والكابتن علاء ميهوب، وكابتن عادل، وكابتن علاء الرحمن، وكابتن احمد بلال. في البدايه كابتن ايمن، بنقول المباراه صعبه على طاقم التحكيم. ليه صعبه؟ اولا موقف الفريقين في جدول الدوري او على سلم الترتيب، كل فريق ليه الرغبه ان هو عاوز يفوز، دي بتصعب مريت طاقم التحكيم. المباراه صعبه ايضا على طاقم التحكيم امين عمر، خاصه ان المباراه الاولى كان يعني هناك نجاح كبير جدا كابتن علاء لمحمود البنا. خلي بالك لما يجي النهارده امين عمر هو مش عاوز يقل في المستوى صح عن الحكم الاول، فدي كمان كانت عامله ضغوط على امين عمر. بشكل عام في المباراه يعني اعتقد اقول ان طاقم التحكيم النهارده ادار المباراه اداره جيده. ما فيش حالات كتيره قوي كابتن يعني داخل الصندوق، يمكن النادي الاهلي كان ليه دور في ان المباراه تسهل، التزام اللاعبين داخل ميدان اللعب، حاجات كتيره جدا جدا، وده ما يمنعش ان هناك بعض الاخطاء كابتن عادل اللي بتبقى موجوده في المباراه، وفي اي مباراه بيبقى فيها اخطاء تحكيميه. نروح لطاقم التحكيم على طول كابتن ايمن، ونقول ان كان امير عمر الحكم الدولي كان موجود على راس طاقم التحكيم حكم الميدان، وكان عندنا الحكم مساعد رقم واحد، عندنا كان هاني عبد الفتاح، وكان يوسف البساطي موجود، وكان احمد الغندور حكم رابع، على الفار كان الحكم الكبير محمود عاشور اللي هو رايح الاولمبياد، بنتمنى له طبعا هو يعني اول مره النهارده عاشور يروح الاولمبياد، ونتمنى ان هو يعني ربنا يوفقه، وكان محمود بسيوني كان معاه مساعد الفار. نروح للحاله الاولى ونشوف امين عمر يمكن عنده ايجابيات كتيره جدا جدا النهارده، نشوف الحاله ديت، والحاله دي حاله من الحالات المهمه جدا جدا كابتن ايمن، هو لا يتردد هنا. نشوف، احنا قلنا الساق لما بتتفرد وتروح بقوه وسرعه كابتن احمد، عشان اقول في بطاقه حمراء، يبقى انا الساق بتروح من مسافه وفيها قوه وفيها ايه؟ سرعه. نشوف هنا لحظه الدخول بتاعه فرجاني ساسي، نيجي لحظه الدخول هنلاقي ايه؟ نشوف ستوب، هو هنا ايه؟ لما وصل كابتن ايمن رجليه تانت شويه صح، والمسافه كانت قريبه، هنا قللت شويه السرعه والقوه. صدق. الاصطدام هنا بنقول قل شويه صح، ولكن لو كانت بالقوه والسرعه وكانت رجل اللاعب النادي الاهلي هنا ثابته، مفيش كلام كان لابد ان كنا فيها بطاقه حمراء كابتن احمد. واذا بنقول هنا الانذار اقصى درجات التهور، وبمشي مع الحكم امين عمر في هذه الحاله. نمر نروح الحاله بعد كده، حاله من الحالات المهمه جدا، نشوف هنا ارتطام الراس في الراس، وهنا القانون بيقول يا كابتن هنا اي اثنين لعيبه من فريق او من هنا او من هنا ويحصل الكلام دوت، الحكم فورا سلامه اللاعبين اهم من كل شيء، وهو كان امين عمر هنا جنب اللعبه، وانا شايف هنا في اصطدام، وبالتالي اوقف المباراه. مش حاجه اسمها بقى فرصه ولا تدي فرصه لحد كابتن عادل ولا حاجه، سلامه اللعيبه هنا كانت اهم من صح اي شيء. نمر ونروح للحاله اللي بعد كده، يلا سريعا نشوف هنا ستوب، هو هنا يعني هو يمكن كان يعني بنقول دايما الحكام ما تبقاش انت واقف في مسار اللعبه كابتن احمد، حاول تخرج تبقى خلي اللعبه قدامك عشان تبقى حاصل اللعبه بينك وبين الحكم المساعد اللي هو رقم اثنين. هو هنا امين ايه؟ امين يمكن هو راح في سكه الكوره. نرجع تاني بسرعه، نرجع تاني عشان نوضح، لدي نقطه مهمه جدا بنقولها لجميع حكام، ستوب ستوب ستوب. انا هنا كابتن علاء انا كحكم عندي اوبشن، اوبشن ايه؟ استخدم الجري الخلف ان انا ارجع لورا واجي هنا، او اطلع من المحيط ده واروح الناحيه الثانيه هناك، يعني لابد وانا بتحرك لابد ان انا افكر، لان هنا انا ما ببقاش هنا ايه عائق للاعب. هنشوف هنا ستوب، هنا الكره جت، ومع ذلك هو طبق القانون ويعمل اسقاط لصالح النادي الاهلي، ان كانت هجمه للنادي الاهلي. اللي بعديها نشوف تاني حاله من الحالات المهمه جدا 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 جدا، بحيي فيها المساعد رقم واحد، وبحيي فيها قرار امين عمر ان هنا لا يوجد اي مخالفه من الحكم المساعد رقم واحد. نرجع تاني كده ونشوف، نشوف هنا الحاله ديت اللي بعد طالب بيها، نشوف مفيش اي حاجه، ده تنافس بنسميه تنافس عادل، الاحتكاك ما بين الاثنين لعيبه، وبالتالي الحكم مساعد تميز. بص بقى رد فعل لعيب الزمالك كابتن وطريقه الاعتراض، هنشوف هنشوف، بس انا بحلل اللعب الاول ان هنا صح مفيش اي مخالفه خالص على لاعب نادي الاهلي محمد مزبوط شريف، وبالتالي هنا بشيد بقرار الحكم مساعد البساطي، هو حكم المباراه امين عمر اللي كان النهارده على مستوى عالي جدا من الكفاءه. نشوف رده الفعل هنا من نرجع بقى تاني نشوف هنا الاعتراض من بعض لاعبي نادي الزمالك، نشوف هنا هنا
هنا المباراة في بدايتها كابتن علاء، هنا مباراة في بدايتها وفي اعتراضات. انا عندي اربع لعيبة، انت امين النهاردة عملت مباراة رائعة، مباراة كبيرة جدا جدا، في حالات بعد حالات كابتن احمد لابد ان النهاردة على الاقل على الاقل اخد قرار، خاصة في هذا الاعتراض، وكان يجب على الاقل اشهار البطاقة الصفراء لاي لاعب من اللاعبين اللي هم راحوا لامين عمر. دي حالة مش حالة فنية او حالة جدلية نختلف فيها انذار مش انذار، ده قرار في الاعتراض بشكل غير لائق. صح، نمر ونروح للحالة اللي بعد كده. طارق حمد هيتخانق معايا. ما انا بقول لك دي على الاقل يا كابتن احمد لابد ان اللاعب اي لاعب من الاربعه اللي جولك تبقى، يعني حتى بيقول لنا كده كحكام ما ينفعش اللعبه تمر مرور الكرام، لا كده يتجرأ عليك اللعيب، يبقى لابد ان انا اشهر بطاقه دي، تدي فرصه ان اللعيبه تتجرأ عليك. ولكن انا بقول برضك طبعا حاله من الحالات هو يمكن هو ادارها، يعني ادارها ازاي؟ احنا بنلعب في دقيقه 6 وقال لك ان ادي انذار، ممكن انذار ثاني يجي الامور تبقى مش متوافقه، ولكن بنعدي ونقول ان مجمل المباراه هنا نشوف حاله من حالات التهور. هو لما تردد حتى ايمن اشرف راجل مقتنع تماما بالمخالفه، وهنا في انذار صحيح للتهور مع شيكابالا. نمر ونروح للي بعديها سريعا، نشوف حاله من الحالات المهمه اللي جايه ديت كابتن ايمن، ونشوف تاني. انا هنا في مخالفه، يعني انا يعني هنا في مخالفه، هنشوف كده ده ضغط على رجله هرم. هنا المخالفه هنا حمزه المثلوسي اللي هو الباك اليمين، نشوف هنا القدم ونشوف المخالفه هنا، نشوف ستوب هنا بنقول هنا الدخول بتهور، وكان لابد هنا اشاره بطاقه الصفراء في هذه الحاله. يمكن امين ما شافش اللعبه، زاويه الرؤيه كانت صعبه بالنسبه لكابتن امين. بالظبط كده بالظبط، وهنا التفاصيل مهمه جدا مهمه جدا، لكن هي عدت، كان يجب اشهار البطاقه الصفراء. سؤال الحكم الرابع كان ممكن يديله عشان هو الاقرب. هقول لك احييك كابتن عادل، ممكن انا احييك ممكن اسقف لك، لان وجود الحكم الرابع في المنطقه ديت مش وجوده يقف بس، لان هناك بعض الاخطاء ممكن الحكم ما يشوفش. أيوة. وممكن الحكم المساعد ما يشوفش. انت عارف لو تدخل الحكم الرابع لعب الكوره وبعدين ليه افشل لو كان اتفضل. ايوه صح، وقع بعد لعب الكوره بعد الكوره جاي كل لعيب بيتضرب ضربه زي دي بيقع، فهو افشل طلع الغاب بره، فخلى حتى امين عمر مش عارف الدنيا فيها ايه. الرابع بقى بالظبط برده تاني كابتن عادل، بنقول للحكام الرابع مش جاي يتفسح، الرابع جاي يقف، يمكن احمد كمان واقف طول المباراه على الخط، يمكن برضك عدت من احمد، ولكن هنا نقول هنا انذار وجوبي لابد ان كان هنا يعني يشهر الحكم البطاقه الصفراء. صحيح. نمر ونروح للحاله اللي بعد كده ونشوف هنا ستوب هرجع تاني. كابتن عادل انت حكم ستوب، هل انت ممكن ده من الخلف تصفر هنا ولا تخلي اللعبه تواصل؟ لو راحت ل لعفشه نمشي. انا ممكن اخليها تتواصل. نمشي بقى ونشوف الكره هتروح لمين. هنا في مخالفه، خلينا هنا في مخالفه. ايوه لصالح اليو ديانج، نشوف هو هنا اشار باستمرار اللعب. امين عمر نمشي 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 نمشي، يلا نروح للهجمه، وده اللي احنا بنقوله كان من الممكن ان هنا يجي هدف. صح ومين اللي هنا يتسبب في الهدف دوت؟ نمره واحد مش تسبب فيه، اللي هو سمح باستمرار اللعب، اللي هو اضاف المتعه، ما وقفش اللعب وعمل مشكلة وخلى اللعب يتواصل، وكان ممكن هنا يجي هدف. وبالتالي هنا بحيي أمين عمر على هذا التوقع والقراءة الجيدة فيه. طب هل اللعبة دي كانت تستحق إنذار؟ الحالة هنا اللي بنقول إن هي دخول بتهور، لو كانت هنا بتهور كابتن هنا بنقول هنا ممكن أرجع للإنذار تاني، ولكن يمكن أنا جايب اللعبة ليه؟ لأن بعض الحكام يا كابتن أيمن بتقتل اللعبة في نص الملعب. أيوه بتقتلها ما عندوش قراءه. أيوة. ولكن انا جايب لعبه لان امين عمر كان عنده قراءه ان هو سمح باستمرار اللعب، كان ممكن يجي منها هدف، وبقول ان هي حاله من حالات التميز للحكم اشار باستمرار اللعب في هذه الحاله. نمر ونروح للحاله اللي بعد كده سريعا ونشوف ده الهدف. حاله من الحالات اللي انا بقول امتياز. صح بجد امتياز للحكم المساعد الثاني هاني عبد الفتاح. وهقول لي امتياز يا كابتن احمد، وهقول لي امتياز يا كابتن علاء، هرجع للحالة ستوب، ارجع ورا تاني، نرجع تاني، نقف. ماذا لو الحكم المساعد أشار بالتسلل؟ لو رفع الرأي لازم يكمل وتدخل ويعيدها تاني. طب لو حكم صفر معاه في التسلل؟ يبقى اللعبة إيه؟ انتهت. أنا بحيي حكم مساعد ليه؟ لأن أي حكم مساعد النهاردة عنده يعني عدم ثبات في القرار او عدم تمركز جيد، كان ممكن يرفع، وبالتالي الحكم كان صفر معاه، كان هنا قتل هدف صحيح بالمره. وهنشوف ليه هدف صحيح لحظه اللعب. لا وقفته كمان جيده جدا. نروح نشوف هنا الهدف. صح
صح مع محمود علاء على الخط بالظبط مع محمود علاء. وده هدف وده هدف بعديها صح ما رفعش تمام بعديها. شوف هنا التميز دي الحكم بتاع الجمهور الثاني. لعبه من الالعاب الصعبه عندك اتنين لعيبه ازاي تربط ما بين الاتنين لعيبه. انا ممكن اربط بين لاعب ولكن انا بربط ما بين دين ما بين هنا وما بين هنا وما بين اللاعب اللي في النص والاثنين جريوا والاثنين قطعوا والاثنين. طب انا هقول لك على حاجه جميله جدا. حتى لو اللاعب النادي الاهلي هنا كان في تسلل تمام هو عندي انا عندي هنا لاعب سليم كان لابد ان انا برضك اخلي اللاعب يستمر لان هذا اللاعب لم يتداخل مزبوط. باي شيء من الاشكال وبالتالي هنا بحيي فيها المساعد رقم 2 هاني عبد الفتاح. نمر ونروح للحاله اللي بعد كده ايضا نشوف هنا نفس الشيء هنا على طول امين عمر لا يتردد وما عندوش حسابات والمعيار واحد والمعيار واحد هنا الدخول بنقول بتهور ونفس الشيء ان هنا الرجل هنا برضك يعني عدت كابتن احمد عدت يعني عدت ما راحتش حتى لو عاليه ما راحتش لابسه او كانت رجل لاعب النادي الاهلي كانت ثابته قلنا لو ثابته والدخول ده لابد يكون الحمراء دي ما ينفعش كارت احمر يا كابتن بنقول اقصى درجات التهور بالنسبه لحكامنا في الحالات التعليميه يا كابتن احمد يعني بص انا بقول هنا هي الرجل هي هنا هنا خفت شويه النزول هنا لما قعد لما هنا قعد يا كابتن ايمن لما قعد هنا لان هو مش جاي من مسافه مره واحده وراح ولكن اعاده قلل شويه واحنا قلنا القوه والسرعه تقلل وبالتالي بتنزل من الحمراء الى بطاقه صفراء هنا انذار وجوبي للاعب محمود علاء. نمر نروح للحاله سريعا هنا بنتكلم على المساعد رقم 1 يوسف البساطي هرجع من اللعب الاول لحظه اللعب وموقف التسلل هرجع هنا كابتن هنا خلاص اللاعب في موقف التسلل قلنا امتى الحكم المساعد يخلي اللعب يتواصل لما تكون رايحه هجمه والهجمه ديت تبقى ممكن يجي منها هدف صح. هو هنا البساطي هنا ايه ستوب هنا في تسلل همشي معاك يا بساطي انت خليت اللعب يستمر واحتفظت بالقرار نمشي بعد كده ونشوف التاخير من الحكم المساعد في ان هو يشهر البطاقه لو قلنا ان في تسلل لو قلنا ان في تسلل على الرغم ان انا شاكك فيها ولكن لابد انك انت كحكم مساعد تبقى مركز ورابط ما بين اخر تاني مدافع وموقفك كابتن ايمن ومع ذلك خلاص نروح نشوف احداد خلاص لعبنا ده هنا من هنا ستوب هنا على طول اشير بقى بالقرار انما هو خلى اللعب يستمر اكتر من وقت وبعدين اشار ده الكلام اللي احنا بالظبط كده يا كابتن علاء انت مشيت اللعب خلاص للهجوم والهجوم خلاص الهجوم اتمنع النادي الاهلي منع الهجوم وبالتالي هنا بنشوف ان القرار التسلل كان فيه تاخير شويه من الحكم مساعد رقم 1 بشكل عام نقول ان التحكيم رغم الضغوط اللي كانت موجوده على الحكم مين عمر لان زي ما قلت بالقياس بالمره الاولى هو ادار المباراه بشكل جيد محمود عاشور النهارده ايضا النهارده طاقم التحكيم ادار المباراه بشكل جيد كابتن ناصر سريعا قبل ما نختم مع حضرتك شيكابالا النهارده صدرت منه حركه غير لائقه بالنسبه لجمهور نادي الاهلي المتواجد في المباراه مين اللي هيحاسبه على الكلام ده تمام في المباراه كابتن ايمن بيتم تعيين كوميشنر ماتش او اللي هو بيبقى مراقب العام للمباراه اللي هو بيبقى قاعد في الملعب بيبقى فيها منسق امني ومراقب للحكام ومراقب العام للمباراه مين اللي بيقعد في الملعب اللي هو المراقب العام اللي هو مراقب لجنه المسابقات اي احداث قبل او اثناء او بعد المباراه هو بيفضل موجود في الملعب لحد اللعيبه ما بتخرج ولحد ما الجهاز الفني ما بيخش اي شيء بيحصل في هذه الفتره لجنه المسابقات المراقب اللي موجود بيكتب تقرير للمسابقات وهنا اي حدث بيحصل من اي لاعب بيتم اتخاذ قرار طبقا للمخالفه التي تمت واثناء خروج اللاعب من الملعب كابتن ايمن اذن هي ديت ماموريه المراقب المسابقات ولو الحكم الرابع شاف بيكتب في تقريره احنا قلنا الاحداث التي تقع قبل او اثناء او بعد هي مهمه طاقم التحكيم اذا شافه ما شافوش ومراقب المسابقات هو شاف الواقع لابد ان هو يكتب تقريره للاتحاد والاتحاد هو بياخد القرار بشكل عام نقول المباراه عدت كتحكيم مباراه جيده لطاقم التحكيم خاصه الحكم امين عمر والحكم المتميز الحكم الساعه الثاني كان هاني عبد الفتاح شكرا جزيلا خبيرنا التحكيم الكبير كابتن ناصر عباس امتعتنا كالعاده شكرا كابتن ايمن شكرا الله يخليك